الشبهة الثانية قالوا الصوفية قالوا دارين يحذفوا مقرر التوحيد من المدرسة من المقررات السودانية. والرد عليه أولا كثير من الناس بالذات الحزبيين أنصار السنة والسرورية واحد كلهم ما فيهم القضية وين؟ مشوا ناقشوا الصوفية في التلفزيون في موضوع انه التوحيد ينقسم لثلاثة ولا ما ثلاثة. الصوفي يقول لهم لا التوحيد واحد ما بينقسم لثلاثة. وديك يقول لا ثلاثة واحد وثلاثة واحد وثلاثة. ده ما الموضوع الأساسي بيننا وبين الصوفية بالمناسبة. يعني ينقسم يا أخي نقول للصوفية التوحيد لو فرضنا جدلا ما بينقسم لثلاثة ولا ل 12 توحيد واحد بس. ما تدعو إلا الله، ما بعلم الغيب إلا الله براو، الشيخ ما بدي الجنة بدي الله براو، بيتفقوا معانا؟ ده النقاش هنا يا جماعة. فدل ما بيعرف يناقشوا ولا بيعرف يناظروا ذات ولا هم من رجال المناظرات أصلا، وأي مناظرة خاضوها مع الصوفية ولا غيرهم هزموا فيها فيما أعلمنا. يعني جايبين مناظرة واحد ودى اسمه ود بلة ودى البلة ده قال ممثلا صار السنة المركز العام مع الخنجر، والخنجر ده بالمناسبة ما عنده أي علم شب ولا الليلة ما عارف الله واحد ولا كم للليلة. ما سمعتوا كلامه الخنجر؟ قال نحن بالسودان بنمشي للمشايخ بندفع القروش وشيوخنا بدوا المطر، في ناس بدوا المطر. زول أهبل ساكت، زول أهبل لدرجة ما طبيعية أبدا من الهبالة والعوارة. عرفتها؟ في ناس بدوا المطر، في ناس بدوا المطر لليلة ما عارف إنه في الله. فالمهم أزول عوير بالمناسبة. هو أنا لو صوفي ذاته بعتقد العقيدة دي ما بقول ذاته، لأنه بكون كشفت السر والناس بيطفشوا مني. ده بنزل الناس بالقطارة بالدريب شوية شوية. أول حاجة أعمل فتة لما جماعة الشرفانين وجعانين عرفتها، ورقصهم الناس الفاقدين حنان فتمن الرقيص وحنان برقصهم. دي آخر حاجة بدخلها لهم إنه في شريك مع الله وكده، دي آخر حاجة ممكن أدخلها لهم. حس الشيوعيين ديل بالمناسبة أزكى من الصوفية. الشيوعيين مش بيقولوا لا إله والحياة مادة، لكن ما بيقولوا لك طوالي أبدا، والله ما بيقولوا لك طوالي ما في الله ولا إله في الكون والحياة مادة. دي أصلا ما بيقولوا لك في البداية. بيدوك شريط لأبو السيد مصطفى زيد أحمد عامل شعره خنفس عرفت زي حلاوة كوجاك، ويدوك ليه وعم عبد الرحيم صلي على عجل وتم ترم تم 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 تم، ويدوك بعد شوية والله نحن مع الطيور، ويدوك بعد شوية ويدوك بعد شوية لحد ما تغرق تب. بعدين بقول لك الله ما في. الشغلة بجوالك بخطوات، لأنه علم لهم إبليس. ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لكن ده الخنجر ده خطوة واحدة شرط العراق ذاته. ده ما عارف أي حاجة والله. دول بليد بلادة قصوى، أقصى درجة في البلادة عند الرجل ده. يا أخي معقولة تجي تقول للناس في ناس بيدوا المطر، في ناس بيدوا المطر كده؟ ما في مسلم عاقل بيصدق كلام الصوفية ده أبدا أبدا، لأنه اللي بيدي المطر الله. حتى أبو جهل كان عارف الكلام ده، أبو لهب كان عارف الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وربنا سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء
فأحيا به الأرض بعد موتها. من الأنزل ما من السماء؟ ربنا قال وما أنزل من الخنجر، ربنا قال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعدك طوالي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يهود الناس الخنجر عديل بالنزل فيه، لأن الشرك اللي وقع فيه الخنجر ده ده شرك الربوبية الما وقع فيه حتى أبو لهب وحتى أبو جهل. فدي القضية بينه وبين الصوفية، مش ده يمسك التوحيد ثلاثة دي مسألة مفروغ منها، مش يعني بنستهون بها، دي مسألة مفروغ منها. ذكر أبو حنيفة زمان قبل ما يلدوا ابن تيمية ذات، لأنهم قالوا دي بدعة جاب ابن تيمية، وحنيفة ذكر زمان، الإمام الطحاوي ذكر زمان، الإمام الطبري ذكر زمان، ده موضوع منتهي قبل موضوع ابن تيمية ذاته، ده موضوع منتهي ما فيه نقاش كثير. وإلا إحنا ناقشهم بالعقل كده صوفية في مسألة إن التوحيد ما ثلاثة دي ما ينقسم إلى ثلاثة، قالوا دي بدعة. طيب نمرة واحد، دي من تقاسيم العلم، العلم ده ذاته حتى الصوفية يقول لك دي كتب السيرة، درس الناس السيرة يا مولانا، ما تتكلم لنا تملانا توحيد شرك توحيد شرك، درسهم السيرة درسهم الفقه. الله يفيك أضانك يا صوفي، الفقه ده علم الفقه ده كقيس براو من علوم الدين، منو الفصل براو؟ أتحدى أي صوفي خنجوري ولا برعي ولا لذلك الذي تكل في الكونغرس قاعد فيه ذاك ولا غيره، نحن بنناقشهم بالعقل. كونه دي علم سيرة، دي كتب بتاع السيرة مرصوصة في المكتب، ودي كتب بتاعت الفقه الإسلامي، ودي كتب بتاعت التاريخ الإسلامي، وده فقه المواريث العلم الفرائض، وده علم التوحيد، وده علم كده. التقسيمات دي أدونا آية أو حديث أو النبي صلى الله عليه وسلم قسمها كده، تقدر يا صوفي؟ قول لك لا، ديل العلماء استنبطوا. أها، والاستنبطوا إنه التوحيد ينقسم لثلاثة العلماء، وهل يجوز الاستنباط؟ بيجوز بيجوز. ربنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، انتهى الموضوع. فالاستنباط بنص القرآن، الاستنباط من الكتاب والسنة موجود وللعلماء. سؤال ثاني، من وين عرفت انه التوحيد ما بينقسم لثلاثة؟ ده سؤال للصوفية بس بالعقل كده، اذا كان عندهم ذرة بتاعت عقل افتحوها معانا، ذرة بس مثقال ذرة، من وين عرفت انه التوحيد ما بينقسم لثلاثة؟ من وين؟ هل في دليل قال يا ايها الذين امنوا التوحيد ما بينقسم لثلاثة؟ ما في، برضه نفس منطقهم بالمناسبة، ما في دليل بالنص كده بس زي ده كده ما في. قالوا لا لا، استعرضنا القرآن والسنة ولقيناه ما بينقسم لثلاثة، بينقسم لكم؟ لواحد. طيب العلماء اللي قالوا بينقسم لثلاثة برضه استعرضوا القرآن والسنة، فليس استعراضكم بأولى من استعراضهم. وديك أبو حنيفة والإمام الطحاوي والإمام أبو حنيفة والإمام الطبري، وده خنجوري. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يا نازل ما عندهم موضوع ولا عندهم حجة بالمناسبة، بل حجة بس بنناقشه. يا أخي افترض ما بينقسم لثلاثة، بينقسم لثمانين، الصوفية ما بيتفقوا معالة ولا في نوع من الثمانين نوع أبدا. إذا قلنا الله بيخلق براء، والصوفية قالوا لا، قالوا في آلهة تانين مع ربنا بيخلقوا. قال الإزارك في التلفزيون قناة أم درمان بتاعت حسين خوجلي اللي بيمطق ده كله كلمتين ذاك، ولا ما شو سمعته؟ أي المهم ده موضوع ثاني كمان، ده بيجيبهم، ده بيجيب دعاة الشرك. والغريب انه حسين خوجلي ده والله من اكبر دعاة الضلال في الارض. يا اخي زول ده يوم جاب برنامج موجود في اليوتيوب، موجود في اليوتيوب، عجبك عجبك كم ما عجبك يا خوجلي امشي افتح بلاغ في الشرطة. في برنامج في اليوتيوب جايبه معاه صوفية شله بتاعت كفر وشرك لاميهم. انت عارف البرنامج عن شنو؟ اسمه الاستغاثة، الاستغاثة بغير الله، ده الموضوع بتاعه. جابوا قصيدة قالوا اسمها الاستغاثة،
البيت الأول في القصيدة الصوفي المؤلف للقصيدة أو المادح استغاث بالله، وباقي الأبيات كلها استغاثة بغير الله، شرك عديل كده. عزيز خوجة العارفة قام أول ما جابوا البيت الأول استغاثة بالله، قال شفتوا بدينا بالله، بعد ذاك جول منه استغاثة بعباد الله بغير الله، هو ده الشرك يا جماعة. كلمة شرك دي من الشركة، الشركة دي ما بتكون حقت واحد، بيكون حقت شنو؟ شركاء. هو الشرك انك تثبت انه الله فيه موجود، لكن تشرك مع ربنا في العبادة وناس آخرين، ده الشرك ذاته. قالوا حسين خوجة اللي ده داير يطلع منه، قال ها بدينا بالله، بعد ذاك مشينا استغيثنا بعباد الله بالأولياء والصالحين، هو ده الشرك ذاته. لكن انت فاضي من المطيق، ما فاضي انت عشان تفهم، راسك ده لازم تفتحه عشان تفهم. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أرجع وأقول ده ما الموضوع، إنه الأساس إنه 43، الموضوع إنه الصوفية بيختلفوا معانا في الله. كيف الكلام ده يا مولانا؟ نحن بنقول الله اللي بيخلق، البرعي قال مصطفى عركينا مع ود علي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم، مفهوم يعني بني آدم يفهم. قالوا لا دي لغة عربية عالية، البرعي بيقوله وصاحب لغة عالية وعنده الدكتوراه الفخرية من جامعة الخرطوم، وردي ولا بامبو برضو عنده الدكتوراه الفخرية، يعني ما حاجة، ما حاجة. وفطوم أحمد إبراهيم عنده الدكتوراه الفخرية، ولا أي حاجة الدكتوراه الفخرية دي. أقرب فنان بتاع عيني والشامة في خديدك واضنينك طوال وقصار ونخرتك سنينة ممكن يدوب السفة، ده دكتوراه فخرية، ما في أي مشكلة. هو الفاتح غريب الله مش دكتور، بروفيسور. تاني باقي ليك الشهادات دي براها والقلم براه بيكفي. المثل قال أصل القلم ما بيزيل شنو؟ بلم. فالبرعي قال شنو؟ قام براه. والبرعي بيفهم، احنا ما بنفهم، مش البرعي فهمه خلاص. البرعي قام شرح البيت ده، قال هو الحاجة الفلاتي وهو الأخير رضي الله عنه، ومرته قالت له دار خادم، وساق الحوار مشوا الغابة وقطعوا شجرة على طول مرة، ولبس الثوب وقال ذكر الله، بعد ذاك الثوب اتحرك قال لها بخيتة 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 وساقها ودها البيت. فديل بيختلفوا معانا في الله، نحن بنقول الله وحده اللي بيخلق، وبيتفقوا معانا أبو جهل وأبو لهب في الحتة دي، بس إنه الله بيخلق دي حتى ناس أبو جهل وأبو لهب قالوا اللي بيخلق الله براه وصدقوا، لكن برضو كفار. الصوفية بيختلفوا معانا فيما اتفق معنا فيه أبو جهل وأبو لهب وأقرهم الله على ذلك. الله قال كده، قال المشركين ديل بيقولوا الله بيخلق براه، مشركين هم لسه، لكن عارفين الله الخالق براه. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لو سألت المشركين ديل قلت لهم اللي بيخلق منو بيقول لك الله براه؟ وين في القرآن؟ ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، كفار المشركين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، منو ديل اللي قالوا الله ديل اللي بيخلق الله براه؟ المشركين. الصوفية قالوا لا، في آلهة غير الله بيخلقوا، منهم البرعي منهم الإزيرق في قناة أم درمان بتاعت حسين خوجن ذكرتها جميل. نحن بنختلف مع الصوفية في الله، ربنا بيعلم الغيب براه. الله قال في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. محمد عثمان المرغني الشيخ الختمي الصوفي الكبير قال أنا الجليس على العرش المحيط به، يعني هو الله، يعني هو منو؟ الله، ده هو قال كده. كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي، أو إجمالا وتفصيلا، الغيب كله بيعلم. إذا يا جماعة الصوفية بيختلفوا معانا في الله، فأنا ما ممكن أمشي أناظر في التلفزيون في إنه ثلاثة التوحيد ولا أربعة، ثلاثة ولا ستة، ثلاثة ولا اثنين، يا أخي مختلف في الله ذاته. صوفي عنده كم، أي شيخ طريقة عنده كم إله؟ وأنا دائما قاعد أقول دعوتي أنا والله،
وما بتنازل منها، لأن حق العقيدة بتاعت الصوفية أسوأ من عقيدة اليهود والنصارى والمجوس. المجوس عبدوا واحد، عبدوا النار بس. اليهود عبدوا واحد، عزير بس. النصارى عبدوا واحد، عيسى بس. الصوفية عبدوا مليون شيخ طريقة، وكلهم طواغيت ومجرمين وملاحدة، إلا من رحم الله، قليل من عبده وكان زول كويس زي عبد القادر الجيلاني مثلا. لكن معظم العبدون ديل عفنين وقليلين أدب. ما قريت طبقات الكبرى للشعراني؟ علي وحيش ده قال سموه علي وحيش يعني متوحش. قال ليه سموه وحيش؟ قال لأنه متوحش. قال إذا لقى زول راكب حمارة بينزلك من الحمارة وبيجامع الحمارة، أها تاني بتودي لي مرتك؟ أنت مجنون ولا شنو؟ أنت ما بتخاف الله؟ عجبك يا صوفي عجبك، ما عجبك افتح بلاغ في الشرطة بس يا هو كده بس ركوب راس. عرفتها؟ ما كتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني، وده مدح البرعي. أي صوفي يتكلم في الموضوع ده البرعي قد ينفخك بعقيدتك الباطلة، احنا بنخاطبك بها. لأنه البرعي قالوا سيدي الشعراني الناشر ليش يا جماعة؟ لعلم الله. فده المناقشة والمناظرة بتاعت الصوفية تكون كده. مو جايب لي شلة بتاعنا أنصار سنة، حمام ميت، حمام ميت. جايبين قال ود الفلة، قال يا ناظر الخنجر، وما بيعرف ذاته المناظرة، ولا دار ينتصر لربنا ود البلة، ولا عنده هم ولا قضية بالانتصار للإسلام. والله أوريك ليه دليل على كلامي الحار ده. شنو أول كلمة طاهر التوم ده بتاع الغناتيس 24 ده سأل منو شغال البتاع ده؟ بس أنا موطي صوتي أظن شغال. يا كفاية يا جماعة. طيب أول كلمة المذيع سأل ود البلة ممثلا صار السنة، قال له يا ود البلة الصوفية قالوا يحذفوا التوحيد من المغررات الدراسية، أنتوا كجماعة صار السنة رأيك شنو؟ ود البلة قال لا لا لا، أنا إحنا بنعرف الطرق الصوفية وعندنا بنعرف مشايخ الطرق الحمد لله كلها. الصوفية ما طالبوا بالكلام ده، قال بحسب التوحيد. قال دي جهات خارجية. بالله ده ما زول مجرم يا ناس، ده ما زول محتال. وطيب الخنجر جابوا لك في الاستوديو ده جاي يبيع باسطة؟ ما هو جاي يقول ما داير توحيد كونه الله واحد، دي ما دايرة، هو جاي ليه؟ وده ما صوفي، ده بيلعب في الموردة، ده ما الخنجر، ده ما صوفي. طاير التوم لما بيجي يضحك يسخر منه، لأن يا جماعة شر البلية ما يضحك. زول ما يكون مجرم للدرجة دي. وقبل كده البلة ده ذاته جابوه في مناظرة، قال هي مهاترة ساكت، مسرحية تمثيلية. وأنا ذاته بستغرب ناس الإس 24 والطائرة التوم يمثلوا المسرحيات دي كيف؟ يا أخي أنت ما ممكن تجيب طرفين متفقين والاثنين يطلعوا متفقين من البداية للنهاية؟ يا جماعة ده ظلم والله وده لعب. أنت لو داير فعلا القناة دي تكون حارة وملعب ساخن ما يبرد، وداير شغلتك دي تجور داخل لك قروش، جيب الصوفي ده وجيبنا معه. والله اصل الدخان بتاع الغنى دي مرق فوق برا ونار طلع، يا الاستوديو ده اتفرتك، يا الصوفي ده لم عمته ضلافين وقامت خارج بفضل الله ان شاء الله تعالى. ما ممكن تجيب واحد دلوكه زيه، ذاك يقول له انتم الوهابيه، ده يقول لنا لا انا اتفق معك والله في كل ما تقول. ما ممكن تكون دي مناظره. جابوه قبل كده مع الياغوتي البلد ذاته، الياغوتي قال له لا، مع واحد اسمه دكتور علاء الدين، ده قال له انتوا وهابيه وانتوا اعداء للناي، قال له لا والله نحن بنتفق معاك يا اخي، ده انصار السنه. قال له الصوفي نحن بنتفق معاك، الصوفي قال له انت كذاب، انتوا ما بتتفقوا معانا. شوف العزه تحت الشرك ضد الناس الضعاف ديل كيف؟ مسخره بالدعوه، وزي كشي حقكم ده يمسخر بالمنبر، منبر حق النبي عليه الصلاه والسلام. الله ملكك ليه وداك خطبه جمعه، خطبه عيد، تمسخر بالدعوه يا اخي، تمسخر بالدعوه. الصوفيه عملوا اسبوع تذكروا، احنا جينا ردينا عليهم، عملوا اسبوع فكوا الكفر والشرك كله، جينا نرد عليهم
طردونا جماعة ديل، مشينا عملناه في بيت برا رفاعة ذاته. قلنا ما مشكلة الله بيوصلها، تكلمنا. كش الصبح رد علينا بالميكروفون قال يا جماعة ديل يردوا على الصوفية وكده، قال دي فتنة، وقال إن امرؤ شنو يا أحمد البدوي عيرك بما هو بما يعلم فيك فلا تعيره، شنو أنت بما تعلم. طيب أنت تعيرنا ليه نحن ما امرؤ؟ أنت تعيرنا نحن ليه وما ترضى نحن نعير ونرد على دعاة الشرك على الصوفية؟ ده تناقض ولا ما تناقض يا جماعة؟ وكذب واحتيال. لكن دي السياسة العامة بتاعة أنصار السنة الليلة بأجنحتها كلها، إنه قال لهم ما تتناولوا الصوفية لأنه قالوا عندهم الخطة الخمسة وعشرينية دريحكم بعد 25 سنة. أنا حضرتها بالمناسبة، كانت في مسجد الفتح فوق، جابوا شاشة كده بتاعت إلكترونية وقلم بنور، قلم بنور، قالوا خطة 25 دريحكم السودان بعد 25 سنة. فعشان كده من الخطط دي ما داري يزعلوا صوفية، ما داري يزعلوا فلان، ما داري يزعلوا علان. يا أخي الترابي لما انهلك مات مشوا عزوا فيه أنصار السنة وقالوا الترابي شخصية إسلامية لن تتكرر بعد اليوم، وقد دافع قال ونافع عن الإسلام وأهلي، إلى خلاصة ما قالوا. لما الكيزان بقى يكبروا الله أكبر، والترابي ده عنده رأي في ربنا، عنده رأي في الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده رأي في الملائكة، عنده رأي في الأنبياء. قال إبراهيم شرد وموسى قتل وذاك أشرك، إبراهيم أشرك، يونس شرد وإبراهيم أشرك وموسى قتل، وأنا أعلم من محمد لأنه محمد ما بيعرف فرنسي وأنا بعرف فرنسي. خلاص يا فرنسي، فده زول تمشي تعزي فيه وتقول ده شخصية إسلامية لن تتكرر؟ فدي كلها مهاترات، والله دي ما مناظرة، والله أبدا ما مناظرة. مناظرة أنت جيب فعلا خصمين حقيقيين في الساحة، وأنصار السنة الآن ما خصوم للصوفية، بل هم أحباب، أحباب يودون التصوف وأهله. وربنا عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.